اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فعظمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن، وخصصته بليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت، ولياليه قد تصرمت، وقد صرت يا إلهي منه إلى ما أنت أعلم به مني وأحصى لعدده من الخلق أجمعين، فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفك رقبتي من النار وتدخلني الجنة برحمتك، وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك وتتقبل تقربي وتستجيب دعائي وتمن علي بالأمن يوم الخوف من كل هول أعددته ليوم القيامة. إلهي، وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن ينقضي أيام شهر رمضان ولياليه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تؤاخذني به، أو خطيئة تريد أن تقتصها مني لم تغفرها لي. سيدي، أسألك يا لا إله إلا أنت، إذ لا إله إلا أنت، إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضا، وإن لم تكن رضيت عني فمن الآن فرض عني يا أرحم الراحمين. يا الله، يا أحد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ملين الحديد لداود عليه السلام، يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام، أي مفرج هم يعقوب عليه السلام، أي منفس غم يوسف عليه السلام. صل على محمد وآل محمد كما أنت أهل أن تصلي عليهم أجمعين،
وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله. يا خازن الليل في الهواء وخازن النور في السماء ومانع السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وحابسهما أن تزولا. يا عليم يا عظيم يا غفور يا دائم يا الله يا وارث يا باعث من في القبور. يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفور وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه وعليهم. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أيها الأحبة، وقفات سريعة قبل أن نكمل الأدعية فيما روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في وصف هذا الشهر العظيم: هو شهر أوله رحمة. إذا صح التعبير وقسمنا الشهر إلى ثلاثة أقسام: عشرة أولى وعشرة ثانية وعشرة ثالثة. النبي يقول: هو شهر أوله رحمة وقد مضى أوله. ولا نعلم هل نحن من المرحومين أم من المحرومين. ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله: وأوسطه مغفرة وقد انتهى وسطه. ولا ندري هل نحن من المغفور لهم أم لا. ثم يقول صلى الله عليه وآله: وآخره إجابة وآخره الإجابة وعتق الرقاب من النار. وها نحن على مفترق طريق مع نهاية هذا الشهر العظيم، ولا ندري هل نحن في المرحومين أم المحرومين.
هل نحن في المغفورة ذنوبهم أم في المغضوب عليهم والعياذ بالله. وهذا مفترق طريق، نهاية الشهر آخره إجابة وعتق رقاب من النار. إذن فالعاقل المتدبر لا بد أن يظفر بهذه النهاية، لا بد أن يشتغل بشغله الشاغل، وهو أن يخرج من هذا الشهر بأن تعتق رقبته من النار. أيها الأحبة، أمامنا ليلة أو ليلتين تفصلنا عن نهاية الشهر العظيم. وقد ورد مضمونا في الرواية أن الله يعتق في ليلة العيد رقابا بقدر ما أعتق في شهر رمضان من أوله إلى ليلة العيد بما فيهم ليلة القدر. جائزة عظيمة تنتظركم، هذا شهر الجوائز، ليلة العيد لا تفوتوها أيها الأحبة. لا تخرج، أصر على الله، ألح على الله في ليلة العيد: إن لم تغفر لي فيما مضى من شهر رمضان فاغفر لي فيما بقي مني. حاول أيها العزيز، أيها الأخ، أيها الأخت، حاولوا أن تدمع العيون في هذه الليال وفي هذه الساعات لما لها من ثواب عظيم، كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام. ماذا يقول مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه؟ يقول عليه السلام: ما من عين إلا وهي باكية يوم القيامة. وكيف لا تبكي هذه العين في يوم القيامة وهي ترى تلك الأهوال، ترى تلك المواقف العظيمة، ترى نفسها واقفة بين يدي جبار السماوات والأرض، تلك الأهوال العظيمة التي يصفها الله في محكم كتابه: يوم تذهل، الله أكبر، كل مرضعة عما أرضعت، كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت من خوف الله. ثم يقول بعد: ومغرورقت عين بمائها، يعني الدمعة ما طلعت لكن ظلت في العين. ومغرورقت عين بمائها من خشية الله عز وجل إلا حرم الله عز وجل سائر جسده على النار. أي كرامة، أي عظمة، أي رحمة، أي رأفة، أي نظر من الله سبحانه وتعالى. بعد اسمع هذه البشارة: ولا فاضت على خد فرهق ذلك الوجه قترة ولا ذلة. وإحنا نقرأ في الدعاء: وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني،
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحك. هالدمعة هالدمعها اتغير وضعك هناك. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. لا أريد أن أطيل عليكم، أعطيكم أيضا هذه البشارة. نقول يا رب في هذه الليلة ليس لنا إلا الدعاء، ليس لنا إلا الرجاء، ليس لنا إلا البكاء، ليس لنا إلا حسن الظن بك. الرواية التي طالما كررها علينا سماحة الشيخ ميثم السلمان، أسأل الله أن يمن عليه بالصحة والعافية وجميع المرضى المنظورين والمخصوصين في حسن الظن بالله عز وجل. إذا طلبت حاجة من الله عز وجل فظن حاجتك بالباب. أيها الأحبة، لا تملوا أن تطرقوا الباب كالطفل الذي يطرده أباه من الدار. خاطب الله بهذا اللسان، يجي يجلس عند الباب ما يفتح إليه أبوه الباب، يظل يطرق الباب يصرخ يبكي ينتحب يعتفر حتى ينام على ذلك الباب ولا يبتعد عن الباب. اطرقوا باب الله عز وجل في هذه الساعات، لا تملوا ولا تهنوا ولا تكلوا، وأحسنوا الظن بالله وقدموا بين هذه الليلة في هذه الساعات، ساعات السحر، نقرأ هذه الرواية نلين بها القلوب أن الله سبحانه وتعالى فيما روي عن الإمام الصادق عليه السلام يرسم إلينا الإمام الصادق هذا المشهد من رحمة الله الكبرى في يوم القيامة. يقول: إن آخر عبد يؤمر به إلى النار، إن آخر عبد يؤمر به إلى النار فيلتفت باحثا عن ربه فيقول الله عز وجل: أعجلوه إلي. فإذا أتي به قال له عبدي: لما التفت؟ فيقول: يا رب ما كان ظلي بك هذا. فيقول: يا رب ما كان ظني بك هذا. احنا كذلك نقول إلى الله سبحانه وتعالى: ما هكذا الظن بك ولا المعروف من فضلك. فيناديه الله عز وجل: يا عبدي وما كان ظنك بي؟ فيقول: يا رب كان ظني بك أن ترحمني وتغفر لي وتدخلني الجنة. فينادي الرب ملائكتي وعزتي وجلالي ورفعة شاني: ما كان هذا ظنه بي ولا ساعة في حياته، أجيزوا إليه كذبة وأدخلوه الجنة. يا رب يا رب نحن الفقراء وأنت الغني، نحن الضعفاء وأنت القوي، نحن العبيد وأنت الراب. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا الله. اللهم بحق محمد وآل محمد فاستنقذنا ومن النار فخلصنا يا أرحم الراحمين جميعا. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي.
على الأصوات. يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي. اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا وأمرتنا ألا نرد سائلا عن أبوابنا وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا ونحن أرقاء فاعتق رقابنا من النار يا مفزعي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي إليك فزعت وبك استغثت ولوذت لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك فأغثني فرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعفو عني كثير إنك أنت الرحيم الغفور. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم. أيها الناس أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة
والمغفرة. ليش تبكي؟ لماذا هذا البكاء؟ تذكر تذكر توا بس أيام وأنت الآن تودع هذا الشهر، أكيد تبكي لأنك سوف تفارق هذه الضيافة، هذه الهدايا، هذه التحف سوف تنتهي. شهران وعند الله أفضل الشهور، بعد أيامه أفضل الأيام، لياليه أفضل الليالي، ساعاته أفضل الساعات، أنفاسكم في تسبيح يا الله، ونومكم في عبادة. الكلمة توجع القلب حينما يأتي نهاية هذا الشهر ونحن نودع الشهر العظيم. الوداع الوداع يا شهران، صيام وداعا أيها الشهر المعظم. يلا يلا ودع، الله يعودك إن شاء الله. وتذكروا من رحل عنا في هذه الأيام، أحب كانوا معنا يحيون هذه الليالي، فقدناهم في هذا العام بسبب هذا البلاء والوباء. نسأل الله ببركة هذا الشهر، ببركة محمد وآل محمد، أن ينظر إلينا نظر رحيمة. يلا يلا كلنا خلنا نودع الشهر، نسأل الله العودة إن شاء الله. وداعا أيها الشهران معظم، وداعا أيها الشهران معظم، ترى أعود أم لا، لست أعلى، ترى أعود أم لا، لست أعلى. وداعا لليالي النيرات بأنوار التهجد والصلاة، ولا أدري أتسعفني حياتي لأحييها أم الأعوام تختم. وداعا أيها الشهر المعظم، ترى أعود أم لا، لست أعلى. بشوق تشتاق إلى شنو في شهر الله؟ بشوق يا دعاء الافتتاح، بشوق يا دعاء الافتتاح، أودع فيك أنفاسا شراحي، أيا خير ابتهال للفلاح، بشهر الله قد كنت لمغنى، بشهر الله لي
قد كنت مغنم. أي الفقرة كانت تجرح قلبك في دعاء الافتتاح؟ إنك تدعوني فأولي عاد وخجلتا. إنك تدعوني فأولي عنك بعد وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن ليال تطول علي. وفي سحري سهرت مع السماء تظللني بغيمات البهاء لأنها لم صفات الكبرياء بأجمل ما به الرحمن أنعم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بغي. اللهم إني أسألك ببهائك كل ودع دمعة بين الليالي ودع دمعة بين الليالي ونوحا بين أوراد الثمالي فكم فيها سهرت مع ابتهالي على ذنبي لربي أتندم على ذنبي لربي أتندم. ماذا كنت تقول يا مؤمن في هذا السحر وأنت تناجي الله؟ فلو اطلع اليوم على ذنبي غيره ما فعلته، ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته، لا لأنك أهون الناظرين وأخف المطلعين، بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين. وداعا يا ليالي القدر عودي فلا ندري أنا أرجع بالعهود لندعو الله في حال السجود
لا منك بالإحياء نحرم. اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام لأحييها بدمعاتي وهمسي لأحييها بدمعاتي وهمسي وفي ندم الذنوب تبوء نفسي وأرفع مصحفي من فوق رأسي به وبعترة المختار فرحا بعلي 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 بأسمائك يا رب اعتمادي تخلصني بزفرات المعادي يا الله فسبحانك بالغوث أنادي من الجوشن أسماء تترجم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب لا عن كان بالقلب الكسير لشاغر فاض بالخير الوفير بأدعية التوسل بأدعية التوسل بالمجير أيا شغرا به الآثام تهدى سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم أجرنا من النار يا مجيب تراغا للضيافة لي يا أبو تراني أمس يبعدني الغياب تراغا للضيافة من إياب
تراني أمس يبعدني الغياب عن الدنيا يغطيني التراب وذا آخر الشهر قد تصرّم اللهم وهذه أيام الشهر رمضان قد انقضت ولياليه قد تصرمت وقد صرت يا إلهي منه إلى ما أنت أعلم به مني وأحصى لعدده من الخلق أجمعين فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياءك المرسلون وعبادك الصالحون أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفك رقبتي من النار وأن تفك رقبتي من النار ثم قد فارقنا عند تمام وقت وانقطاع مدته ووفاء عدده فنحن مودعوه وداع من عز فراقه علينا وغمنا وأوحشنا انصرافه عنا ولزمنا له الذمام المحفوظ والحرمة المرعية والحق المقضي فنحن قائلون السلام عليك يا شهر الله لكم ويا عيد أوليائه السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات ويا خير شهر في الأيام والساعات السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال السلام عليك من قرين جل قدره موجودا وأفجع فقده مفقودا ومرجوا آلم فراقه السلام عليك من أليف آنس مقبلا فسر وأوحش منقضيا فمض السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان وصاحب سهل سبل الإحسان السلام عليك ما أكثر اعتقاء الله فيك وما أسعد من رأى حرمتك بك السلام عليك ما كان أمحاك للذنوب وأسترك لأنواع العيوب السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين وأنيبك في صدور المؤمنين
السلام عليك من شهر لا تنافسه الأيام. السلام عليك من شهر هو من كل أمر سلام. السلام عليك غير كريه المصاحبة ولا ذميم الملابسة. السلام عليك كما وفدت علينا بالبركات وغسلت عنا دنس الخطيئات. السلام عليك غير مودع برما ولا متروك صيامه سأما. السلام عليك من مطلوب قبل وقته ومحزون عليه قبل فوته. السلام عليك كم من سوء صرف بك عنا وكم من خير أفيض بك علينا. السلام عليك وعلى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. السلام عليك ما كان أحرصنا بالأمس عليك وأشد شوقنا غدا إليك. السلام عليك وعلى فضلك الذي حرمنا وعلى ماضٍ من بركاتك سلبنا. اسجدوا بين يدي الله عز وجل سجدة شكر لله واعتراف بين يديه. أولا اشكر الله عز وجل أنه وفقنا لإحياء هذه الليلة. أنتم تسهرون وغيركم يسهر، لولا حب الله لنا لما وفقنا أن نكون من الساهرين بين يديه والساجدين إليه. أقرب ما يكون العبد من مولاه وهو ساجد بين يديه 10 مرات. شكرا لله، 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 شكرا لله. سيدي مولاي ربي ربا يا رب، نعترف بين يديك أنا صاحب الخطيئة العظمى. يا رب ارحم من تجرأ عليك وافترى. يا رب ارحم من لم يراقبك في الخلاء. يا رب ارحم صاحب الذنوب والخطايا. يا رب ارحم
يرحم من هو عائد للذنوب مرة بعد أخرى. يا رب أعوذ بك من نار حرها لا يطفأ، لا إله إلا الله، ودخانها لا ينقطع أبدا. يا رب نجنا من الأهوال غدا، يا رب لا تدقنا القطران بعد فراق الدنيا، يا رب إليك الشكوى وإليك المشتكى، يا رب أدخلنا جنة لا نجوع فيها ولا نعرى، يا رب أسقنا من العسل المصفى، يا رب إليك أتوجه بمحمد المصطفى. ضعوا خدكم الأيمن على الأرض وخاطبوا الله بلسان عذراء. ارحم من أساء واقترب واستكان واعترف، أنا مذنب أنا مذنب أنا عاصي عاصي عاصي. ضعوا خدكم الأيسر على الأرض، يا الله عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. اسجدوا مرة أخرى وارحمني وارحمني يا فالق البحر لموسى، واقبلني يا قابل السحرة اقبلني. الليلة 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 الساعة الساعة الساعة. ضجوا إلى الله يا من أمر بالعاف، يا من يحب العاف، يا من هو أولى بالعاف، يا من يثيب على العاف، يا من يعطي على العاف، يا من هو عاف. إلهي العاف، إلهي العاف، إلهي العاف، إلهي العاف، العاف 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 العاف. حتى تطلبون حوائجكم سبعا يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم الراحمين. ارفعوا رؤوسكم وانشروا أكفكم بين يدي الله وحضروا حوائجكم. من أوصاكم بالدعاء
للأسرى للمرضى للغرباء لأصحاب الحوائج المتعسرة لطالب الدرية لعجل الفرج لعجلي ولتفريج مولانا صاحب الزمان سلام الله عليه. أسألكم الدعاء جميعا بينكم وبين الله، اطلبوا حوائجكم. يا الله يا الله يا الله. سائلك ببابك وأنتم تطلبوا حوائجكم. سائلك ببابك مسكينك ببابك فقيرك ببابك فتصدى عليه بالجنة يا رحمن الجنة يا رحيم الجنة يا كريم الجنة. إذا لم تدمع لك عين تحط بها الدنوف في هذه الليلة بين يدي الله عز وجل، فإن هناك دمعة أخرى حينما يدرفها الإنسان لها نفس الصفات التي للدموع من خشية الله، حينما تزور الحسين وحينما تذكر الحسين وحينما تبكي على الحسين كما تقول الرواية، فإن البكاء على الحسين حسين حسين، فإن البكاء على الحسين يحط الذنوب العظام. أطلنا عليكم، نختم بزيارة مختصرة للإمام الحسين سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم جميعا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاده السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا مولاي أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين. أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي، وقد خاب من افترى. لعن الله الظالمين لكم
من الأولين والآخرين، وضاعف عليهم العذاب الأليم. أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله، زائرا عارفا بحقك، مواليا لأوليائك، معاديا لأعدائك، مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه، عارفا بضلالة من خالفك، فاشفع لي عند ربك. السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه، صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر، وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. يا رب الحسين، بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة جميعا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الطوع وتمتعه فيها الطويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك بحق هذه الساعات العظيمة، فرج عنا يا الله، ادفع عنا وعن جميع العباد كل سوء وضر وبلوى ووباء. اللهم اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين في درعك الحصين التي تجعل فيها من تريد. اللهم نفس هم المهمومين، فرج كرب المكروبين، رد الغرباء والمهجرين، فك الأسرى والمعتقلين، ردهم إلى أهاليهم سالمين غانمين. اللهم اشفي المرضى والمعلولين، سيما المخصوصين والمنظورين، من طلب منا الدعاء، المرضى من هذا البلاء والوباء. اللهم اشفهم بشفائك، داوهم بدوائك، عافهم من بلائك يا كريم. البسهم لباس الصحة والعافية، هبهم العافية، أعطهم العافية، عافية الدنيا والآخرة،
من حضر مجلسنا أدى، من تابع مجلسنا، من أوصانا بالدعاء، من قلدنا الدعاء والزيارة جميعا. اللهم اقضي حوائجنا وحوائجهم، يسر أمورنا وأمورهم، بلغنا وإياهم الآمال، أصلح لنا وإياهم في الدارين الأحوال، غير سوء حالنا إلى أحسن حال، بحق محمد والآل وبحرمة المباركة الفاتحة مع الصلوات.